السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الرحمن معاكم. مقطع سريع كده بحذر منه من لعبة تشيا. اللعبة دي بلاي ستيشن كانت عمالة تروج ليها بقالها فترة كبيرة ان هي هتنزل من اول يوم على البلاي ستيشن بلس، وفعلا النهاردة نزلت على البلاي ستيشن بلس. فقلت اجرب اللعبة، بدأت في اللعبة شوية، مشينا في اللعبة شوية، اتفاجئت بمشهد بنت البطلة اللي انت بتلعب بيها بيخليك تبوس بنت تانية. اجندة قذرة، اجندة انتشرت كتير في الالعاب للأسف. واللعبة دي الفكرة ان هي موجهة للاطفال، لعبة للاطفال، فبحذر ان من اللعبة دي اشد التحذير. و الفكرة كمان ان اللعبة انا محملها من متجر عربي، ومستغرب ان اللعبة مش ممنوعة من على المتجر العربي. يعني مستغرب من المتجر بتاع اماراتي واللعبة لقيتها عادي موجودة على المتجر عادي وعلى البلاي ستيشن بلس عادي من غير ما تتمنع، مش زي لعب تانية مثلا زي كواري وزي لاست اوف اس الجزء التاني. لعب دي ممنوعة من المتجر العربي، وكواري دي كانت نزلت على بلاي ستيشن بلس لكن ما نزلتش على البلاي ستيشن بلس العربي عشان فيها برضو موضوع الشذوذ ده. فبرضو المسؤولين عن المتاجر العربية اللعبة دي مفروض تتمنع، واللاعبين بشكل عام بحذر من اللعبة دي. للأسف أجندة بقت منتشرة في الألعاب بشكل كبير. فإن شاء الله هبقى أنزل مقطع عن الموضوع ده بشكل خاص بتكلم فيه عن الأجندة القذرة دي في الألعاب. وبس كده وصلنا لنهاية المقطع يا جماعة، أشوفكم على خير إن شاء الله.